تصميم الحدائق الفارسية والبيزنطية بشكل جلي على مفهوم الحدائق الإسلامية. تركت هذه الحضارات إنشاءات عظيمة كحدائق بابل المعلقة في العراق التي تم إنشاؤها في القرن السادس قبل الميلاد والتي هي من بين العجائب السبع. ومفهوم الحديقة في العالم الإسلامي هو مرتبط بالجنة، فلهذا عندها أهمية كبيرة عند المسلمين وأصبحت تكون جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الإسلامية. تتميز الحدائق الإسلامية بتصميم متطور يسمح لها بالتكييف مع أقصى الظروف المناخية، فغالباً ما تتوفر على أشجار عالية كأشجار النخيل، الأرز، السرو التي تحمي المكان من أشعة الشمس. نظراً لندرة الماء، برهن الهيدروليكيين العرب على مهارتهم بتوزيع الماء على شكل فعال واقتصادي، وأفضل دليل على ذلك هو نظام السقي المتواجد بقصر الحمراء بغرناطة. كل قطرة ماء فيه تتدفق من المنحدرات وتتنبع من النافورة قبل ما تدخل القنوات وتسقي النباتات. معظم الحدائق الإسلامية محاطة بجدران على شكل أقواس متكونة جزئياً وعلى ممرات مظللة، كلاهما يمكنان من التحكم في مرور الرياح وتركيزها على أحواض الماء لترطيب الجو. جمالية الحدائق الإسلامية تظهر حتى في قوام الأرض التي تمزج بين السيراميك اللامع والرخام مع الطوب والحجارة، وهي مدروسة لتعكس أشعة الشمس بطريقة خاصة تخول المكان أكثر رومانسية وعذوبة. يمكننا الاستمتاع بهذه الحدائق بمعظم المناطق التي عرفت الفتوحات الإسلامية، ومن أشهرها لكاسا دل ري ومونداغون بإسبانيا وحدائق قصر توبكابي بتركيا.